بالنسبة لموضوع الاستغلال الجنسي للنساء النازحات وفق ما رأينا وما سمعنا، بصراحة هذا الشيء هو ضد يعني مبادئ الإنسانية وضد القوانين الدولية التي تعطي الحق للنازحين بالحصول على جميع المساعدات من جميع النواحي الطبية الإغاثية جميع الاحتياجات بدون أي استغلال، لأنه هذه الوكالات الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وأن تكون محايدة وأن توزع المساعدات حتى بدون تمييز بين الجنسين. وفي حال الاعتداء هان الاعتداء على النساء هذا يشكل خرقا للقوانين الدولية، ولذلك يجب على النساء ألا تسكتن على هذه الحوادث التي أصابتهن، ويجب على المنظمات الدولية وعلى المنظمات النسائية بشكل خاص أن تحاول قدر الإمكان أن تعمل دورات تدريبية لهؤلاء النسوة. طبعا هي ممارسات بشعة ومستنكرة، بنرفضها أكيد، وإذا كان الوضع البلد مزري فهو معناتها المرأة تدفع الثمن على طول، هي اللي بتدفع الثمن. معروف إنه بالحروب إنه المرأة هي اللي بتتعرض للحالات الاستغلال بأبشعة، وهي بتكون الضحية، يا إما بدها تعيل الأطفال بدون وعي بدها تبقى، يا إما بدها تحتاج تشتغل جنسياً. أحلام حسن من عمودة ناشطة مدنية، نستنكر هذه الأفعال التي تقام في المخيمات بحق النساء، ويجب على المنظمات الدولية مراقبة الناشطين المدنيين الذي يعملون ضمن هذه المنظمات ورصد أعمالهم بشكل دوري ودائم، لأن هذه المخيمات هي مخيمات إنسانية يجب احترام القوانين الدولية الإنسانية فيها، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق الجندرة والمساواة بين الجنسين. ويجب على كل مواطن شريف أن يسعى دائما لخلق روح الإنسانية في هذه المخيمات، وأن يبتعد عن هذه الأفعال الشنيعة بحق النساء، جميع نساء العالم في المخيمات. يمكن الحد من هذه الممارسات في حال وجود مراقبة على عمل المنظمات في المخيمات، ومن جهة أخرى يجب أن يعرف كل من في هذه المخيمات كامل حقوقه وواجباته تجاه المخيمات ومن المخيمات. براستي تشتكي قلكي غلطة دحقي مرأة دي الأنثى بشكل عام، إنه انتهاكك دحقي ببي استغلال جنسي في سبيل الحصول على سلة. قلكي زحمتي وقلكي جراني قدما أزرار مهارم سلككي فردا أزهر بستينم بالمقابل استشكي بدم. نعم أفايا قلك يعني وقت بي جهات حقوقي، جهات حتى دولي، مجتمعات منظمات المجتمع المدني قلبي رابن قاربن لحد من انتشار هذه الظاهرة بكل. الممارسات هاي ممارسات مؤسفة ومعيبة بحق المنظمات الدولية والإنسانية، لازم نحط لها حد إنه يتفاعل دور المنظمات الحقوقية، وكمان المنظمات المختصة بشؤون المرأة لازم يتفاعل دورهم بحماية حقوقها وهيك، والنساء كمان بهالمخيمات لازم يحكوا عن الممارسات والانتهاكات اللي عم تصير بحقهم، وطبعا هالشي بيكون بشكل سري والمعلومات بتكون سرية، وهذا بيكون ضمان لهم لحتى أي شخص كامل مش نعمل يقدر يلحق فيهم أي أذى.